ازيكم عاملين ايه النهارده؟ معايا ريفيو عن الروج السحري اللي كلنا بنستخدمه ده دلوقتي. هقول لكم الاضرار اللي فيه، لان كلنا مفكرين ان هو بيعمل لون الله حاجه كويسه جدا وبيدي شكل حلو قوي للبشره. طبعا احنا بنبص للشكل، ما بنبصش للعامل الاضرار بتاعته ايه، او هو هيضر بشرتنا في ايه او شفايفنا في ايه. عايزه اقول لكم دلوقتي الروج السحري ده مش عارفه تمنه حوالي 15 جنيه، حاجه ما تتذكرش، ولونه جوه لونه اخضر. طبعا الروج ده الناس اللي بتستخدمه تيجي تقولك بعد ما بغسل وشي او بمسح الروج، لانه بيبقى ثابت في الشفايف، ويجي يقولولك انا شفايفي ازرقت. هقول لكم ليه بتزرق، لانه ده طبعا حاجه مضره جدا. عايزه اقول لكم ان هو من الاضرار بتاعته ان هو فعلا بيزرق الشفايف، لان في لون وفي ماده هي اللي بتخلي الشفايف بتاعتنا على طول غامقه ومزرقه، يعني مش مفيد خالص. واللون الماده اللي فيه دي بتاثر على الشفايف اصلا وبتجيب زي انيميا كده، يعني مش كويس خالص. احب اقول للناس اللي هي بجد بتستخدمه بلاش تجيب الحاجات اللي فيها الوان الصناعية دي، لانها غلط جدا على شفايفك. انت كده بتحطي مادة بتضر بيها شفايفك وبتجيب لك امراض بعدين، فبلاش منها خالص. والناس اللي بتجيبها يا ريت ما تستخدموش تاني، لان بجد بيضرك وبيضرك قوي، وانت ما تعرفيش بجد ضرره ايه، وهو ضرر بتاعه كبير جدا واحنا في غنى عنه. وبكده خلصت معاكم الريفيو، اتمنى الريفيو يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد. باي باي.